أخبار اليوم. الجريئة دي جزء من مسلسل جرائم إرهابية حصلت، وللأسف الشديد راح ضحيتها النائب العام المصري. وأنا أعتقد أنه لم تحدث في تاريخ أي بلد أو أي أمة أنه الإرهاب أسقط دولة أو قدر يغير النظام حكومي، وبالتالي الإرهاب لن يثني الشعب المصري على أنه يكمل مسيرة البناء والديمقراطية والتقدم، رغم أنف الجماعات الإرهابية ورغم محاولات الكثيرين هدم العملية السياسية. شايف حضرتك القانون اللي أصدره مجلس الوزراء بمكافحة الإرهاب، شايف حضرتك القانون ده إزاي؟ أي قانون يسرع الإجراءات لا اعتراض عليه، هو المهم إن إحنا نفضل متمسكين بضمانات المحاكمة العادلة. يعني تسريع الإجراءات لا يعني الإخلال بضمانات المحاكمات العادلة، لأنه الهدف هو إنه يبقى في ضمانة للمحاكمة العادلة.